سلامك ها انتو ذا عرفت هاجن اما انتو تشانس كوه الشيين عرفت هاجن هادان انتي كحشتي ومدر هيك سومال لان يا مسلمين تلمان تود با الى هاي انو حاج كاسي كاق بلو ما انتو هاي تهاي وقوف كي عرفت اللي تاقنا الى هاي فلي قيدنا انو ينصيو ايان الى هاي كرتيني يا تاس مركز صورنا فوق وحان ما انت هل كان دي كور رمي يعني قو دو كوم مقنا حولو شقو او خسايا قول كا وحي ابنو صوهر قلي يا وحان اقا قبيضا ونحن هانتي إلهي باب محد له أنا قو قو مهد نقيا مرلبات وفكان بني هذا بكو مهد نقيني إلهي نوم مهد نقو الحوينة تمورية السومال لان ويكاكو أنت هاي قبل كان وحلقة قبطو وزير هذا حولها الخصيين ومد والبا عنو كلاقو لاني كدب بر كانو عقسي جايجي قراني كالبحني قال عن وزير كمالية ده ونو قد راي مشاريع دي أن تبنيني قبل كا إن شاء الله تعالى مشاريع ده سوقارنا إمكا هاي سعودان قارنا أي لجلي مثالية دي لو قدر يويا بنا دخسو بلا ما يا مشاريع داسي أو كوبان كوبي على وطن مشروع مشاريع داسي أو شقا أبو بدلنا كسبة دول تم قال له هذا يتعي متكن عسي ولسمايا شاسي أي كوكا عيان ملايين دولار بس أي كوكا عيان دي لهاي كله جو واحد رجينا يا انت دوينا غير او تل اي كعم فرن كسر دويا وقولنا باقي يا انا اللي سر تاجين وحكم اذا كوريا شاقي يا كوريا مرتدا والله مثل قلت انا كوريا بروح او اي كشقين دورا وغيران لا كنت اوقفك شقين دورا انت نسمع كشقين يسموني شغالي رسمي سدا كبربرة كبروح يقوى الله متك وحكم إذا مشروع الكويت كير قل لي سمع قال له وصدق كل أرضي أي هل كان لقوها يدونه أقوم يد الدنيا راي تاسو يدنا أي بقول الله قف كشق قل يدونته مرك الله غير هوا أنت وحكي لي سد اسمه وكوك عيا دور مليون دولار هدي لك مشروع عاص دول كي سوى اللي يبي بقول يس ديت كونو دولار بالسي وبلاب ميا وحن خطي آدو قد جاية تدك عرقلاين كوي كي يبي بهدل الدب وإنا نطلب على كرتي كقاضي دونو عدي استرادة عرقلاين كما عدا أكتر هذا لقل السيا وهوشو دينا وي بلابين كرتي وحكو تشيري سوكونا gurigi maaliyadda oo dhismihiisa bilaabmay oo hore aan gobolka looga dhisin laakiin noqon doona guryaha ugu qiimaha badan ee ka dhisan jamhuuriyadda Soomaaliland guri laba dabaq ah oo aad u qurux badan aan rajaynayno dhismayaashaasi aan sheegay waa qaar qiimaha magaalada ku runtii u qaadi doona waxa hore loo dhisay waxa iyaguna قاركود السودان قارنة تاجين هربة بلشدة طاقة حنا نادي حولها إذا كبوليس كا إميغريشن كا معدن تا وحبيس يبو نجارة هل كان كسر في السنة يا كواس عن روتي صوتي وحيدنا انت الرعدة هذا وزير كيما ينويمي بيها oo runtii ay dino geydeen jiilalkii dheeraaday biyo la'aanta magaalada runtii soo food saartay taasi oo layno qodayo eelal layno qodayo hawshoodii shaqada ay bilowdeen kulley ugu tegi doono kormeerkana la soo samayn doono hay-adda gacanta ku haysa ee shaaba waxa intaa raacda labada garoon oo wax laga qabanayo
هالقرون وخلوا لي بسيبة كلا لكن إلا هذا فلقات كاسي ما سوين كريو وحنا سوين كريو من تحقق حكومتك صوبه قرون كي كنت راجي سوى لبهي وحنا الله قد جيا قرون الله مدى كهرجيسة وروجية وحنا الله بلا بدونا قرون كفي الله يسقونا ده كان والله قصوا حلو دونه دير وكوية حافظنا حاسلي ده هدي الله يلي وحيسقوا الرفاع على التحيارة عياري هي كول كيكو وكلاشات مرة تسوى هوشي ادوي ان يرون بغير عن مركز مكمل غير بو نقول يعني سر رسمي حافظ قبل الوقت حافظ قبل في عن الله ملا لكن ولا انا ميزانية من الوقوبة تركبين شيك معي لكن وعن رجينا يا حافظ كوغو قروح بدل مجالة دينا من الله حافظ كيف سادر تيتكم يلقار بنا نمكن نتقنان هنا وانا لسنا حافظ بان لسنا هنا الله مدى حافظ يلا تلك ما انت كتشرة انا يالا ديب دي قولي قدر تايالا ديب دي قولي قدر ايه وحان هل كان قلتي باقو قدر ايا تدوينها غير اوطل مامركا قول ايدك مبا إنا نودي أركرون عياري إني بس الشنتي ده ما دم بدو بلور دي جيني إني لقيت قبس يومية كنت دي أنا مجا عاوي سيدة دي بيجي كنت يوشرتها وعكلي يا وشقة توشو كسمي ساك أنا دين حطينا يا استدوي وزارة عيارها أو كنت كوكا عي تلاوة أنا وافق سنة ما ملك وافق سنة استجوا ودي في كنت دي أنا مجا عاوي إسلام كان عن وحدي لنا لقنا صوص من وزارة هنا وعوين هولها مركي وهول قرن إنت هسوي من رتب العسمية أنا وكل قينا الناس يا صدي وحن ساعدها لقنا بلا مش قد شو كل شيء سمي سدوا هوا شو الناس اللي دي بيوصل على إسا وحن الله كل بدونا إنت كستوا كسين إسي وزارة دنا وحن وحي صوت ليسا وفتي هسوي هذا وزارة ده سي أنا يسجد بردو أو شاسي وحن عاد وقح ماي يزدوي كاستا هذا ولا عن راقي جاهين أي أي عن وافق سنين شغلي ومركزي كأنت كوهي إن أما أود كسر رئيسا إذا ما قعودي إنه يسقو تدفعي أما برنا كبري عاد بان فوت وقح ماي هل في سمر هديه لكن واحد شقت شو شو قصة بيني أنت وزارة دوي من يسوع، تاسو أنا قاعد كوي دكان دوينو سيدي أولي وزارة دو أي هولي لو قصو الله عين، واحد دوينا غير أو دل مغلبات كو إلني، كول كو حلو قبنا يا ياره إيش شن تهدي بلا ما يان هولا هي جي بانو بلا ما ينا كودية ديو كودية كلا نو مجا عا ما ينا كودية ديو هري سيدي دي بي وتشري إيسا إن دقالي هم كبر لقادني إن دك دك لو روري إد كلا دقال قادي كتنا أنا يشرين إد يا نويك من نيو كليه إن كانت لك كلمة هاسي ومركا أي سوتي مادو كان أستطيع أن أقول كوبا لغادي تكما يقول أنت أن كوبا لغادي أنا أقول لك ديار إن الديار يعني يقول أنت دوينو دونا إيربوت فكي دي مي وزير كاربا بدو ويكن ميزانية دي والله إن أبو تري وحان مرلوات أدو هبليني كنت دي ميزانية ده وحل وين اسكاس عطي وزير ده إيو وزير كمالية وروتي إيدو كدو ليسا عمل كمدح وينا لمان مشاريع دا أن سوتري سيهو فنان الله لا كنتي أقل سي ميزانية دا قاكود نهرو مريتو دي بلوضي وحين تاسي راعة نسمع الله سمعين أيو بابور تدبتا مسكا طب دمسك ما كان كمان تينو يالي لأنك حالك هات هلون بعيدا وحبينا نفعين لكن ساك هو ينو هرجل كرا وحن سوق اللي ناي خرش يددال بروتي لسوق لي وحا أي ماتا أو وزير كمالية دخنتي يدو ميزانية دنا لين أقول تري لحية توقف وعيدنا إيوه لما بابور أو كلا أو مثل نقد دونه تويد وين ولا قربته مركب قوة كهذا أيوة واحد دوينا روتيو شيء شبه جوا حنوك جح نلاقي حصات وريا قف
qofkii loo gurmanayay marka uu garan waayo waxaan adiga aadoo ay kuu socdaan ay ku badbaadinayaan runtii waa nasiib darro waa ogeydeen muraayad baa laga jabiyey hargeysaan isu ka soo gelinay dhaqaalaha aynaan u baahnayn inuu ku baxo dhagax la tuuray ayaa runtii ka yimi kuwa sidaa sameeyaana maaha dadweynihii u baahnaa adeegyadan ee waa qaar aanay waxba ka khusaynin oo argush iyo meel walba maaha mid magaaladan oo kaliya meel walba la taagan inay runtii wax argusheen sidaa darteed waxaan aada uga digayaa gaadiidkaasi markuu layl kashito in gawaadhidu ay waddada u banayso in dadweynaha hadday wax dhacaan oo dab meel ka kaco in gaadiidkaasi gacan la siiyo oo loo baneeyo waddada gacan kale ugama baahna in waddada loo baneeyo iyo halkii ay ka dagaalgeli lahaayeen ay dabka la dagaalami lahaayeen sidaa darteed qof wixiisii laga ilaalinayaa runtii waa nasiib darro waxay ku kacday kumanaan dollar shabaga lagu soo sameeyey imika kun iyo siyaad ay ku kaceen oo u baahnaa inaanu meel kale runtii la geliyo ay u baahnayd taasi oo gobol iyo degmaba la iska kaashaday wasaaradda maaliyadduna runtii ay gacan naga siisay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa iyo guddidii hore ee gacanta ku haysay oo dee nagu sintay intaas waa inta aan ilaa hadda gacantaydii ka taaban karo ee ah mashaariicda runtii waa laga yaabaa qaarkood inaan ilaaway qoraalkii baa lai keenay mar baan idiin wada guud marayaa garoonka diyaaradaha dabdamiska guriga wasaaradda maaliyadda guriga madaxtooyada dhismaha cusub ee booliska dhismaha xarunta agoomaha wasaaradda dhirta iyo daaqa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xarunta laanta socdaalka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka oo ah runtii meelay ugu importansanaa waa ka tegay baan umalaynaya markii hore aad baan ugu mahadnaqayaa cabdinaasir oo qoraalkii la soo gaaray wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha xabsiga gobolka runtii iyadoo cidhiidhi badan laga dareemayo xabsiga magaalada lana bilaabi doono kana howlgalkiisii baki ee madaxweynuhu dhagax dhigeena agabkiisii qaarkood maanta magaalada inala yaalaan insha allahu dhaqsana aanu u bilaabi doono ayaa haddana waxaa lagama maarmaan ah in magaalada laftigeeda xabsigeedii la dhisho taasoo odayaashuna ay runtii ka hadleen noqon doonana qorshe aan wasaaraddii ku shaqada lahayd aanay soo gudbinin hase yeeshee ay iska kaashanayaan wasaaradda maaliyadda dadweynaha gobolka degan iyo maamul gobol iyo degmaba oo isagu noqon doona in xabsi weyn oo ay ku kala nafisaan maxaabiistu ileen dembiilahaada hadduu doono qofku e haddana inuu helo xuquuqdiisii waa waajib weeyaan taasi iyada intaasi ayaa iska kaashan doona iyo weliba wixii aanu ka helahayda waxaa intaasi dheer iyaduna mashaariic badan oo ay hirgelisay dowladda hoose muddadii gaabnayd ee maamulka cusub joogay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka degmada oo runtii xasladay in ay howlahoodii iyagoo bilowa waxaan runtii caado u yeeshay inaan idhaahdo war sidii dhallaankaa loo dhowro dowladda hoose waayo dowlad hoose oo bilaa agaba dowlad hoose oo intaasoo mushaahara lagu leeyahay ayay xilkii tirsadeen hase yeeshee muddadii ay hayeen agab way soo kordhiyeen sida cagafcagaftoo kale gaadiid dowladda hoose ay u ibiyeen imikana ay diyaar u yihiin haddana ay saxeexeen mashaariicdii g b l g-ga wixii qeybtoodii qabtay oo dhan ay dhigeen ay bilaabanteyna imika labadan wade ee ugu dambeeyey oo aad baan ugu mahadnaqayaa kolley maayarkuna wuu odhan doonaa waxyaduna u qorshaysan waxaan weliba diyaar la nahay qalabka ay dowladda hoose u baahan tahay inaan gacan ka geysano waxa kale aan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano oo aanay keligood imika ku filaan karin xilligan
إن مجالا ده قرحة تهدي إيه لامية دارا إلا مريم مجالا ده حديد حدي 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 لا هيك بيقول تاس نوا تاس وحيابها دولة دروسة كنتي متاجن وسلامتين سؤال أنا تيار قدومي واحد شرط مدوين كيو قدم بي الله ودي تصدبات تصدبات كيو قدم بي واحد شري وفتي أتكم يده هيدا دل كي توب يكون مقنع dad kareer awdalna si gaar ah isugu go'ay natiijada kasoo bixi doonta maxay tahay marka farinta lagu dirayso reer awdal ee shirkaha kasoo faa'ideen aan kuntii waa hawl toos noo qosay sabayahay shirka waa ka qayb galay waxyaabahan wadaneena wax badan ayaa noo hir galay taasi oo ah in meel looga soo wada jeedo xoojinta nabadgelyada labada dal iska kaashadaan khaasatan kilo kashalad iyo dawladda federaalkeena shirka naga qayb gashay هذا خاصة كنو كشدار وإنو لا نهاي بدو دير أو دادين ولا لنهاي دا أي دقيهين أما الدولة دقاك الصومالي دقو فصد هو يقانو أيان كنتي سقول أيان كنتي كلاكولاني وحنا فيليا وح بضان إنه كفا يد الدولة هذا تهاي سعود كوفضو هذا هذا تهاي وح وضا قبسيقة حاجة حديت هاي حاجة وحبر الشلا يوح يا بي الله يسلسوا قاعدة روتي إما كيموري على هشيسكي لكن هشيس لما يسترن وح يا هو بدن قصينا يا تد ولا لا بينا هنا يسكاش بقول حسب ما ينو حديت هاي عافمات كا حديت هاي دوحيا دن يوح هذا إن الحلو والله بدن دعين الله بدن دو يسكولا كنا حديت هاي حولا حول ليدا والله بدن لنا عبط هابتين لبتويك هذه يتشارع عليه ay ku hayaan isku gudubku iyo dadka dad isku bida isku degana in meel looga soo wada jeedo la iskana kaashado ha ugu sii weynaato halka ku gubanaysa oo garanaya waxa ay weydiinaysa oo dhaqdhaqaaqyada meelahan ka jiray in meel looga soo wada jeedo cid kasta oo falka samaysa halkan gudaheeda haddii ay dhan kale u gudubto ama dhanka gudahooda oo ay xaggan u soo gudubto in la isu celinayo ay soo qabanayaan cidda markaas dowladda dhankaasi joogta وأرمو روتي مهمة هراي وجه لين وزيردي يا مدحني كلينا جسر يسي لا بدر بناء على إلا مدحونا كنا وكان كهلي حق وزير كأرمة بدها هي وكا أرمة دبته هي وكا هلي and روتي هشيس كاسي وامد عم فيلا ينو ينو ميردن نقطة واحترن ونقطة واتكور هاي زمان لو يدل كان بعور لو كقبص ضيو سيارو أما بخشوا والد أيو سمين يين إن حدود لو قبصتي حقينا اللفت كده الله بتبيعهاي دبتوي كاس ورنين لقى ضو وحياوها قلت كوكشري لين لا بدر بنعدد في سجق قد بيعي إنك فضو ضالن إن لا بدر قال الله بتهريب تا أو إنه جوه هيسا دبتو بدن فوتي إنه جوه هيسا أو الوقتي إن هالك الحرب الله قصة ما يستيلا سعانات عب بورنا هرجيسة تشيجا إلا جسوا إن دل لو جسوا بتشيدو أو لا 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 جوا لا هول قالوا ayaan runtii isla gaadhay mar gaarana waan idin siin doonaa heshiiskaasi oo faahfaahsan hadii ilaahay gudoomiye waxa in badan soo noqday baabuur hore ay u qateen oo dhankaasi loola talaabay waxaa kaloo jiray baabuur labaad oo isna xaggaasi ku maqan marka arrinta baabuurta maadaama aad heshiis wada gasheen labadii dhinac inay xagga nabadgelyada laga wada shaqeeyo waxa weeyaan iyadoo la marinayo wadada sharciyeed haddana waxaanu ku heshiinay in la sii daayo gaariga kale ayaa jeegaysana wuu imanaya wax halkaasi inaga yaalo oo aynu leenahay oo ay etoobiya gacanta ama cid kale ku hayn kartaa ma jiraan wala cadeeye warka waxa weeyaan dhaqsanay insha allahu tacaala in tallaabooyinkaasi wada hirgalaan rajeynaya ugu dambeyntii gudoomiye saaka waxaad u soo wareegtay gurigii martida xafiiskaagaad ka dhigtay محيط وجدة ده هالكن ساكن جوسو بريك تحفيز كي جوسو بريك ما خلاف بشر حاجة ما ممكن يدحليها. تاسي
runtii waa nasiib darro qoladii nagoreeyaashii inaydu wax walba wax kale waxa weeyaan runtii shaqadii xafiiskaa ballaanatay waxaan kuu tirinayaa intaas oo bashaari ah waxaa jirtaa xogeyii waa kan in la fadhiya waxaan magacaabay 7 xafiis oo gobolka si howlahani ay noogu hirgalaan si habsamiya u socdaan sidaa darteed cidhiidhiga xafiiska laga dareemayo iyo buuqa badan inaanu nafis kala qaadano waxaan magacoonay xafiiska nabadgelyada ee gobolka waxaan magacoonay xafiiska dabagalka mashaariicda waxaan magacoonay xafiiska xidhiidhka degmooyinka waxa hore uu shaqaynayay xafiiska uu xil saaran diiwaangelinta oo aad aragtay inuu ugu biisisan yahay xafiisyada waxaanu soo qaadanay shaqaale 15 oo ka howlgalaya qaarkood dowladda hoose hadday tahay iyo hadday gobolka tahayba inay naga caawiyaan sidii mashaariic loogu furi lahaa waxaad moodaa inaynu hadal un ka shaqaynayno laakiin in waxqabad iyo loo tallaabsado waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynayaa inamada dhallinyarada ah ee reer awdal ee reer suwiden oo runtii howlahaasina tala ahaan meelaha qaarkood naga siiyey waayo shaqadu inay qof ku xurdo duubnaato maaha xafiiskayga waa inuu shaqeeyaa anigoo joogay iyo aniga joogin baa